بسم الله الرحمن الرحيم أبناء شعب الكريم أخاطبكم في ذكرى هذا اليوم المهيب بحزنه يوم العاشر من محرم الحرام ما صاب آل بيت محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إن الأحداث والتحديات الكبيرة في تاريخ الأمم كانت على الدومة دروسا للاستفادة منها وتحويلها إلى طاقة إلى طاقة بناء وإنتاج وتدعيم لقيم المجتمع وفي حالات معلومة فإن عدم الاستفادة من الدروس قد يتحول إلى طعن في صميم هذه الأمة العراقيون واجهوا كل التحديات وحملوا عبء الجراح القاسيه على اكتافهم جيلا بعد جيل ووصل اليوم هذا وهم شعب متنوع موحد يستظل بخيمه العراق العراق العظيم لم يكن ذلك يحدث لولا ان العراقيين قد حولوا دروس التاريخ الى ماده انتاج اجتماعي ولا قيم انسانيه اخلاقيه عاليه ايتها الاخوات والاخوه الذين احيوا ليله استشهاد الامام الحسين عليه السلام واخيه العباس وصحبهم مشكورين لالتزامكم بقواعد التباعد الاجتماعي التي فرضها وباء كورونا العراق باقي عبر التاريخ لأن الشعب استفاد من دروس الماضي وحولها إلى مادة للتماسك الاجتماعي وليس الحروب الأهلية والانتقامات الحسين فجر الحسين تسامح الحسين إيمان روحي الحسين عطف على الفقراء الحسين سيد الشهداء الحسين دعاء للشهداء الحسين الذي زرع اسمه في حدقات عيوننا وفي صميم قلوبنا هو درس السلام الذي قدمناه للانسانيه دم الحسين ودماء كل الشهداء امس واليوم وغدا نبت على أثرها وعطرها كل شجر النخيل العراقي وافتدت كل العراقيين كل قطرة دم شهيد رسالنا جميعا مفادها إياكم وروح الانتقام إياكم والكراهية احتضنوا بعضكم بعضا وعمروا وطنكم لا تهدموه العراق أولاً العراق ثانيا وثالثا. العراق أولا هذا هو الحسين الذي تربينا على قيمه جيلا بعد جيل. الحسين الذي افتدى بروحه الإسلام وشرف بجسده أرض العراق. الحسين الذي عاش رمزا عندما انتهى أثر قاتليه كما سينتهي أثر كل ساتك. لدماء العراقيين المعصومه بغير حق اهلي اتقدم باسم التعازي الى المرجعيه الرشيده ومقامها الاعلى سماحه السيد علي السستاني ادام الله ظله المرجعيه التي حافظت على ارث الحسين ارث الحسين المتسامح ورفضت الزج بمبادئ وقيم الحسين عليه السلام في المناورات السياسية أو الطائفية المرجعية التي حمت تراث للبيت البيت تراث التكافل الاجتماعي والامتداد العلمي والأخلاقي والديني والرؤية الوطنية الصادقة شعبنا الحبيب شعب العراق العظيم انهينا المرحله الاولى من التزام هذه الحكومه بالتقصي عن الحقائق حول احداث تشرين بجرد اعداد الشهداء والبدء بتسليمهم استحقاقاتهم القانونيه كما بدانا بجرد الجرحى وسوف ننهي استحقاقاتهم وفي الوقت الذي ندعم فيه حريه التعبير ونؤكد ان التظاهرات السلميه العراقيه هي مسار اصلاح وتصحيح نؤكد ان كرامه قواتنا المسلحه واجهزتنا الامنيه ليست محل جدال واننا لن نتوانى عن تطبيق القانون ضد المعتدين على الاملاك العامه والخاصه والمسيئين الى مبدا التظاهر السلمي. ان الاعتداء على الاجهزه الامنيه والكوادر الطبيه وهيبه الدوله والقانون سوف نواجهها باشد الاجراءات القانونيه ونهيب بعشائرنا الاصيله رفض ما يرتكب باسمها من تجاوزات ان الدعوات التي نسمعها الى حمل السلاح ستواجه بقوه القانون الدوله فقط من تتحمل المسؤوليه الدوله فقط من تتحمل مسؤوليه الاختصاص الدوله لا تنتقم الدوله تشيع العدل وتاخذ بحق الضحيه عبر معاقبه المعتدي علينا الخيار بين الدوله واللا دوله الدوله فيها جدار من قيم الامام الحسين جدار من قيم الانسانيه من قيم الامام الحسين عليه السلام واله وصحبه ومن تضحيات العراقيين لن نسمح ان يجرنا احد او طرف او نيه خبيثه الى اللا دوله هذا المصطلح هذا المصطلح هو نتاج سنوات من الطعن بالهويه العراقيه وبالعراق ووجود العراق وشعب العراق لن يستمر هذا الطعن وسوف تستعيد الدوله عنوانها الانتخابات المبكره هي التزامنا الثابت امام شعبنا وقد اوفت الحكومه بالتزامها وفق المنهاج الوزاري الذي صوت عليه مجلس النواب الموقر عبر تحديد موعد الانتخابات ولذلك ادعو كل العراقيين الى الاستعداد من خلال التسجيل في البطاقه البايومتريه التي نعتبرها ضروريه لضمان نزاهه الانتخابات تسابقوا في ضمان ان يصل مستوى التسجيل الى كل مستحق للتصويت إلى كل المعنيين بالمسار السياسي السلمي والمطالبين بالدولة والحفاظ على الدولة وهيبة الدولة عليهم الاستعداد وتهيئة الأرضية للتنافس الشريف وفق القواعد القانونية في انتخابات مبكرة ونزيهة وعادلة وأدعو القوى السياسية والفعاليات الشعبية الى التوحد في هذه المرحله الحساسه والحكومه راعيه للجميع بالتساوي شعبنا العزيز على امتداد الوطن قررت تشكيل لجنه تحقيقيه عليا مرتبطه بمكتب رئيس مجلس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحه تختص بالتحقيق في قضايا الفساد الكبرى والجرائم الاستثنائيه، وسوف تمنح كل الصلاحيات المطلوبه لتحقيق هيبه القانون والمجتمع، واستعاده حقوق الدوله والمواطن من الفاسدين والمعتدين. لدينا الاصرار للتمسك بالتزاماتنا، وسنكون على العهد اوفياء مع شعبنا مع شعبنا للعبور بهذه المرحلة لا بر الأمان ونؤكد أن السلاح المنفلت وعصابات الجريمة والاغتيال والخطف هي خنجر في قلب الوطن وفي قلب كل عراقي وقد تحركت القوى الأمنية بكل طاقاتها وتجد تحقيقات موسعة سنعلن عنها حال اكتمالها من أجل إنصاف عوائل الضحايا ومعاقبه المرتكبين ليس هناك احد فوق القانون ليس هناك احد فوق العراق العراق العظيم قال الامام الحسين عليه السلام مقولته الشهيره هيهات منا الذله ورددت الاجيال من بعده يا حسين أرنا، رسالة عاشوراء هي رسالة السلام، رسالة الحسين هي السلام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.